داخلوا اللائحه ديال المهرجانات وغادي تشوفوا اخر مهرجان تعطات له 30,000 درهم كيدار في نهار واحد. كيفاش مهرجان كيدار في نهار واحد؟ يعني تعطى له اقل من مهرجان كيدار في 5 ايام، فيه الاقامه كما قلت والتغذيه واستقبال السا ديال الفرق من المغرب ومن العالم، فرقه جايه من على برا والى اخره. مهرجان دولي تعطى له 22,000 درهم. والامكانين ذلك الاخوان ماشي هنا، تعطاتنا 22,000 درهم. واحد العضو من اعضاء اللجنه قال لنا كيخاصكم تعطيو 7,000 درهم لواحد السيد الف كتاب، تعطيو له 7,000 درهم باش يخرج باش 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 يطبع الكتاب ديالو. 22,000 درهم زوين لنا 7,000 درهم، وكنخليو لك نتايا الزوين 15,000 درهم باش دير بها المهرجان. هذا تقال بشكل شخصي هذا الشيء تقال لواحد السيد، حنا ما بغيناش نجدو الاسم ديال حتى شي واحد باش ما يتسماش يسبينا شي واحد في ظهرو. واحد السيد في اللجنه هضر مع واحد السيد الف الكتاب وقال له انا الطبع، حيت ديك السيد اللي الف الكتاب طلب من المجلس يدعم له طبع الكتاب. قالوا له حنا ما عندناش تخريجه قانونيه ديال طبع الكتاب، ولكن المبلغ ديال طبع الكتاب غنخرجوه لك في واحد المنحه، غادي نصرفوه لك في واحد المنحه. واخ جيتي صرفتي انت هذيك المبلغ ديال طبع كتاب في اضعاف من حاليا المهرجان، ما بانتك عام مول 22,000 درهم، ما بانلكش مول 170,000 درهم، وما بانلكش مول 950,000 درهم، بانلك غير اخرهم مسكين هو اللي تقول له فلان نزل الايتاوه.